خلينا نروح بورسعيد ونشوف جماهير النادي المصري، اللي انا عارف ان هم يعني جماهير عاشقه لفرقتها ولبلدها النادي المصري. معايا زميلي احمد وجيه على هواء مباشره من بورسعيد، نشوف ردود الافعال النهارده بعد الاداء الرائع للنادي المصري ولكن الخساره من نادي الزمالك 1-0. اتفضل يا احمد، اتفضل. تحياتي ليك كابتن كريم وتحياتي لكل مشاهدي قناه النهار رياضه. بالفعل احنا في مدينه بورسعيد على الهواء مباشره، نرصد اراء وجماهير النادي المصري بعد الهزيمه من نادي الزمالك اليوم بهدف نظيف احرزه هو اللاعب احمد جعفر. اكيد كابتن كريم هنا المشاعر بين الحزن والرضا، الحزن نتيجه للهزيمه والرضا نتيجه عن الاداء المشرف الذي ظهر به النادي المصري خلال مباراه اليوم. معنا طبعا اراء بعض جماهير النادي المصري من مدينه بورسعيد. يعني النهارده مباراه اكثر من رائعه للنادي المصري، انما هزيمه يمكن سيناريو متكرر نتيجه 1-0. المصري بيكون متسيد اخر 3-4 مباريات بين الفريقين ودايما المصري بينهزم بنتيجه 1-0. الحمد لله يعني الاداء، بنقدم كره جميله، احسن كره بتتلعب في الدوري المصري. انا اتفرجت على الاهلي في ماتش الاهلي فات وماتش الزمالك وماتش الدوري كلها، احسن فريق بيلعب كره في الدوري المصري هو النادي المصري. يعني الحمد لله، يعني كان بيقول لك حسام حسن روح بس والكلام ده، حسام حسن تكتيك، حسام حسن فن، والله يرحمه الحاج سيد متولي قدم للكره المصريه مدرب اسمه حسام حسن، ويا ريت نشوفه في المنتخب المصري لان محتاجين الروح دي والحماس ده والتكتيك العالي ده والكره الاوروبيه اللي المصري بيلعبها يعني محتاجين نشوفها في منتخب مصر، هي ده المطلوب عشان منتخب مصر. واحنا النهارده الحمد لله ناقصنا بس ايه، نترجم التوفيق ونترجم الجمل دي لجوان، والحمد لله الحمد لله على كل حاجه واحنا راضيين عن الفرقه الحمد لله. يعني النهارده بتحمل الهزيمه لمين وحابب تقول ايه بعد المباراه؟ والله هو الحمد لله على كل شيء، احنا لعبنا مباراه من اجمل المباريات في الدوري النادي المصري. هي طبعا عشان احمل الهزيمه لمين، فهو بص يا حسام احمد بوسكا عن الهدف انما الفرقه النهارده انا مش حزين، لان احنا النادي المصري النهارده قدم كوره ما فيش نادي في الدوري قدمها لغايه دلوقتي. ماتش سموحه وماتش انبي وماتش المقصه وماتش الزمالك، احنا بنلعب كوره جميله جدا، بس الحظ والتوفيق النهارده مش مساعدنا. هو الزمالك طول عمره كده معانا، السنه اللي فاتت برضو احنا مسيطرين على الماتش ومصطفى فتحي في اخر الماتش راح حاطط جون. يعني احنا مع الزمالك مالناش حظ مع الزمالك، انما احنا بنعمل كوره من احسن الكوره اللي بتلعب في مصر. متفائلين يعني بفريق نادي المصري السنه دي رغم الهزيمه او 12 بونت، انما المستوى انتوا راضيين عن المستوى بشكل عام؟ لا احنا راضيين عن المستوى لان معانا مدرب كبير، مدرب قدير، وبنلعب من احسن فرق بتلعب كوره في الدوري المصري دلوقتي. فالكابتن حسام بصراحه متعنا الدوري اللي فات والدوري ده، جهاز على قد المسؤوليه. نشكر مجلس الاداره على الجهاز المحترم دوت، وان شاء الله احسن من كده برضه هنشوف باذن الله. يعني برضه اكيد لك تعقيب عن الهزيمه النهارده للنادي المصري، شايف الهزيمه ازاي؟ يعني انتوا في ناس زعلانه على النتيجه اكيد، ده اكيد، انما انتوا راضيين عن الاداء بتاع النادي المصري. الحمد لله احنا النهارده بنشكر لعيبه النادي المصري كلها، وبنشكر الجهاز الفني والكابتن حسام، وبنقول الحمد لله، بس لنا تعقيب على الحكام بس. في ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس، وبنقول يعني بشكر لعيبة المصري كلها، لعيبة رجالة النهاردة. وأحسن مباراة في خلال الدوري المصري كان مباراة النادي المصري النهاردة، وبقول للعيبة والجهاز الفني ألف شكر، متعتونا بجد، ألف شكر. يعني لقاء اخير معانا، يعني حابب تقول ايه حضرتك عن المباراه النهارده والهزيمه من نادي الزمالك؟ هو انا ما بعتبرهاش هزيمه، انا بعتبرها فقدان 3 بونت، لكن احنا ما نهزمناش النهارده. بنشكر مجلس الاداره والجهاز الفني على المستوى الرائع المشرف في مباراه اليوم والمباريات السابقه، واتوقع ان النادي المصري قادم وبقوه على المنافسه على بطوله الدوري ده عام، وتحقيق حلم جماهير بورسعيد. وحلمنا اعتقد ان هو قريب، لاننا احنا احسن فرقه كوره في الدوري الممتاز حتى الان. شكرا. يعني كابتن كريم دي كانت بعض اراء بعض من جماهير النادي المصري يعني عقب الهزيمه امام نادي الزمالك النهارده بهدف نظيف، انما في رساله كابتن كريم يعني جماهير النادي المصري برضو كانت محملها لي اوصلها لحضرتك، ان هم نفسهم يلعبوا الكونفدراليه في مدينه بورسعيد. طبعا بيلعبوا باسم مصر، النادي المصري بيلعب باسم مصر في الكونفدراليه، فهم بيطلبوا من خلال حضرتك ان يعني تناشد المسؤولين ان هم يوافقوا الامن، من الامن طبعا ان هو يلعبوا
في مدينة بورسعيد، اللي هيكون طبعا عشان يكون في مؤازرة جماهيرية. انما خلال مباراة الزمالك او بعد مباراة الزمالك كابتن كريم، زي ما قلت لحضرتك، الحزن يخيم على البعض والرضا يخيم عليهم ايضا، نتيجة عن الاداء المشرف وطبعا والحزن طبعا بعد الهزيمة بهدف نظيف امام نادي الزمالك. الكلمة لك كابتن كريم. بشكرك يا احمد. طبعا احمد وجيه من بورسعيد، وزي ما احنا شايفين الجماهير مش زعلانة ان الفريق ادى بشكل كويس جدا. معظم الناس اللي اتكلموا معانا او جماهير النادي المصري اللي اتكلموا معانا بيقولوا ان الفرقه لعبت كويس والاداء مشرف واللعيبه رجاله والجهاز الفني كابتن حسام حسن، ولكن في النهايه الخساره من نادي الزمالك 1-0. طيب نتمنى كمان من المسؤولين ان شاء الله في اتحاد الكوره المهندس هاني ابو ريده والمسؤولين هم يساعدوا النادي المصري ان هو يلعب بطوله الكونفدراليه في بورسعيد باذن الله، ان دي هتبقى خطوه مهمه جدا لعوده الحياه الرياضيه تاني داخل بورسعيد.